الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، يعني احنا كنا بنهتم بها جدا في الأول، والآن أيضا نهتم بها، لكن نحاول قدر الإمكان، لأننا نريد أن ننتهي، نريد أن نسرع، هذا هدف لنا في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد ومن الثقات وثقة بن معين وغيره، قال حدثنا سعيد، سعيد هو ابن أبي أيوب الثقة السبت، قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عاص بن مالك ومن الثقات عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الفقهاء السبعة في قول ضع عليه علم الحديث، علم يعني كثير بسبب المجادلة مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة سيدة نساء العالمين، أعلم النساء على الإطلاق. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بين ندائين، بين ندائين يعني الأذان والإقامة، ولم يكن يدعهما أبدا. شوف هنا لما قالت وركعتين بين الندائين قالت لم يكن يدعهما أبدا، التأبيد هنا على المستقبل، قط يكون على الماضي، قط يكون على الماضي، أبدا. وهنا طابقت الترجمة مع نص حديث ركعتين بين الندائين لم يكن يدعهما، يبقى المداومة على ركعتي الفجر هنا يعني سفرا وحضرا، والحديث مع الترجمة فيها مطابقة. وفي الحديث التأكد ركعتي الفجر وأنهما من أشرف التطوع. الإمام البخاري، الإمام الشافعي يرى بأن ركعتي الفجر في القديم قال أفضل النوافل على الإطلاق ركعتي الفجر، وإن كان في الجديد قال الوتر هو أفضل، وقيل قيام الليل هو أفضل، لقول جبريل عليه السلام للنبي الأمين قال: واعلم أن شرف الأمة، أن شرف المرء قيامه بالليل. والأئمة الأربعة يقولون بأنها سنة، بل جماهير السلف والخلف على أنها سنة وليست بفرض، لكن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين لم يكن يدعهما ولا يتركهما، حدث ببعض العلماء من التابعين يقول بأنها فرض وواجب، فذهب الحسن البصري إلى وجوبها. وهذا الكلام صراحة شاذ، لا يصح، لا أصل له، ولا أحد يوافقه عليه. ومرادها في قولها بركعتين بين الندائين عن الأذان والإقامة، قالت وركعتين جالسا كان يفعله أحيانا لبيان الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر آخر صلاة ويوتر، ولكن في بعض الحين يصلي ركعتين جالسا بعد الوتر، يصلي ركعتين جالسا بعد الوتر. فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أو من قوله يصلي الركعتين، هاتين ركعتين بعد الوتر، ولكن لم يكن معتادا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قوله ومن فعله، قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة. وروى البيهقي من حيث أبي غالب عن أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هاتين ركعتين إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. وفي رواية أنس يعني قال كان يقرأ فيها بالرحمن والواقعة، اللي هي الكلام عن ركعتين بعد الوتر. أما ركعة الفجر كان يقرأ فيها قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وذلك ترجم المحملي في كتاب باب ركعتين بعد الوتر ثم قال يصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربعا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ بالفتحة وإذا زلزلت الأرض زلزلها، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون. وأما في ركعتي الفجر فإن عائشة قالت بأن النبي ما لم يكن في شيء من النوافل، لم يكن في شيء من النوافل أشد تعهدا منه عليهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال، لأن قول أعظم ما يكون، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال هما أحب إلي من الدنيا، في رواية خير مما. ولذلك عائشة قالت ما رأيت في شيء من النوافل أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. قال أبو هريرة لا تدع ركعتي الفجر ولا طرقتك الخيل، وهذا موقوف على أبي هريرة معرفة لفضل صلاة الفجر، ولذلك ما رأيت في شيء من النوافل أسرع منه الفجر، يعني فضل الفريضة يتبع فضل النافلة. ولذلك الفريضة كان الشافعي يرى أن صلاة الوسطى هي ركعتي الفجر. نعم. روى أحمد أبو داود مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، يعني جاء موقوفا عن أبي هريرة ومرفوعا، والصحيح الموقوف. عمر قال ركعتي الفجر أحب إليه من حمر النعم. وقال علي سألت رسول الله عن إدبار النجوم قال ركعتين بعد الفجر، وإدبار النجوم قال إدبار النجوم ركعتين بعد الفجر. ولذلك علينا أضاف قال جاءت الآية إدبار النجوم وإدبار السجود، إدبار السجود ركعتين، يصلي ركعتين بعد المغرب، وهدبار النجوم يصلي ركعتين بعد الفجر.
وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيها فيه من فاتته صلاة الفجر. قال الشافعي في أظهر الأقوال تقضى مؤبدا ولو بعد الصبح، وهو قول عطاء وطاووس عن ابن عمر، وهذا صحيح لأن النبي لما مر على رجل يصلي ركعتين بعد الفجر أنكر عليه، قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصلي ركعتين، تصلي الفجر مرتين، تصلي الفجر مرتين، الفجر مرتين؟ قال لا، إنها رغبة الفجر، فأقر. وقال الطائفة يمهل حتى يصلي يقضيها بعد طلوع الشمس. وذلك عن ابن عمر والقاسم محمد وقول الأوزاعي وأحمد وأسحاق وأبي ثور ورواية البويطي عن الشافعي. والصحيح كما قلنا أنه لو صلى حتى بعد الفجر في وقت الكراهة صحت، وإن كان الأفضل أن يرجئها إلى بعد طلوع الشمس، ما ورد في الأثار عن النبي المختار بذلك. وقال مالك بن محمد الحسن يقضيها بعد الطلوع إن أحب. وقال أبو حنيفة أبو يوسف لا يقضيها من فاتته وليس من زيت الوتر. والصحيح أنه يقضيها، صحيح أنها لا تضيع عليه ركعة الفجر ما كان المسلم يتركهما سفرا ولا حضرا. وإذا دخل المسجد كما قال المالكية لا يصلي فيها إلا ركعتين الفجر، نعم كتحية المسجد يعني، وإذا علم أن الوقت لم يحن يبقى ثم يصلي ركعتين ويجلس لا يكسر، لأنه من السنة ألا يصلي بين أذان الفجر وبين الصلاة، لا يصلي بينهما إلا ركعتي الفجر فقط. فإذا أدرك الإمام في صلاة الصبح لا يقدم النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإن كان قد ورد عن عثمان أنه كان يصلي النافلة ثم يدخل مع الإمام، هذه حالة يعني خالف فيه جميع الصحابة أو أكثر الصحابة، والأحناف تمسكوا بذلك، والحديث ظاهر. كائنا من كان إذا خالف الحديث فالحديث يقدم. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى عندنا فروع منها، من ظن أن الفجر قد طلع فركعهما ثم علم أنه ركعهما قبل طلوع الفجر أعادهما لأنه لم يصليا في الوقت، لأن هذه السنة سنة مؤقتة بوقت لأنها تابعة لصلاة الفجر فهي مؤقتة بوقت الفجر. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين القراءة في الركعتين. كان مالك المشهور من مذهبه أنه يقول يقرأ بأم الكتاب فقط، وقيل سورة قصيرة، والصحيح أنه يقرأ بسورة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون كما قالت عائشة. وفي أحيان كان يقول كان يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم، وأيضا قل يا أيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آية وآية. وكان وإن كان الأغلب أنه كان يقرأ بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد دلالة على انطلاقة راية التوحيد كلية من هذا التوقيت العظيم توقيت الفجر، والصلاة صلاة الفجر التي هي أفضل صلوات النوافل على الإطلاق، أو أنها توازي الوتر يعني الوتر بقيام الليل، ويكون من أفضل الصلاة النهارية رغيبة الفجر ومن أفضل الصلاة الليلية الوتر مع قيامه. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، مواظبة النبي على شيء لا يدل على وجوبه إلا إذا خرج بيانا للواجب، هناك آية تثبت وتأمر أمرا ويأتي هو ينفذه. الإقامة تسمى نداء، الإقامة تسمى نداء، وهنا ينسحب الحكم عليها بالترديد بالترديد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.